السلام عليكم أعزائي المتابعين اليومية أبو مطران. يا جماعة الخير، أعجبكم ذي المقطع أرجو منكم أنكم تنشرون، وأرجو منكم أنكم تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا نشر واشتراك، لأنكم أنتم حبايبي وأنا حبيبكم، وخلونا على بعضنا بعض، وقلبي لكم مفتوح ونفسي وحياكم الله. والآن أقول لكم في أيان العين حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم عيانون إلا من قال ما شاء الله. وادعوا الله يحفظكم دعاء العين، دعاء يعني هذا دعاء طيب. قولوا: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن شر فتن الليل والنهار، وفتنة طارق يطرق إلا طارق خير يا رحمن. ذي اليوم معنا قصة واحد عيان إبليس، عيون يخرج منها خيط أحمر، وهو سهم من سهام إبليس والعياذ بالله. وكلكم عيانون إلا من قال ما شاء الله. الله يستر علينا وعليكم. والله ذي عيان ومشهور ومعروف قحم، نزل مغربان نزلها ثلاثة من السماء، كان اثنين تمشي سوا ويصيح تقول قاق 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 قاق، ومثالث وراها واق 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 واق. وذي ارتكالك على مزوام، ودم على مزوام، وقال مزوام حق قصب، مزوام حق قصب اللي تقول له مشوان، ودم لك على مزوام وقال: أبله جن وشاجر يا شاجر. الله أكبر عليك يا ذي الغراب الثالث، والله إنك ما انتش رجال. كيف لو أنت صادق ورجال كان قرنت عمثيرة ذي من البيت، كان قرنتها ما كانت يبتدي يتعبها، ماذا حين صاب طارد وراها قاق قاق قاق. والله يا جماعة الخير، صدقتم اللي ما صدقتم، عم غير بنام ثلاثة فالة من السماء كأنها نفاخة طارن وفلتن على طول، فالة لم ثلاثة كلها. عندما قال له: الله أبوك وانت وراك قاك باك باك، لانت شاطر ورجال صحيح وابن أبوك، كان قرنتها من البيت ما كانت تعبت من تعب، يعني هي بثيرة حق غماد. قال: كانت تقرنها في رب، يعني كأنه ضمد، يعني قرنها في رقابة يربطها، وما كانت عبن ذي التعب، كان ذحين معاهن يصير. المهم يا جماعة الخير، هذا اللي حصل، والله يستر عليكم وعلى جميع المسلمين من كل العيون، ويحفظنا وإياكم، يحفظ أبناءنا وبناتنا وكل جميع المسلمين. والله يحفظكم، أخوكم ومحبكم أبو مطران.